FM. الكلمة ليك. اطرق النادي الافريقي توا تكور مع مستقبل جيبس ويخلينا نفتحوا قوس الرياضه التونسيه كره القدم التونسيه. اكيد يعني قاعدين حتى تنقلوا في مقابلات الانديه التونسيه المشاركه في الكؤوس الافريقيه في دوري المجموعات في المسابقتين اللزوز معنا في رابطه الابطال ولا في كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم. الكره التونسيه كيفاش نجم تقيمها في المرحله الحاليه وكي ترجع السنوات التاليه؟ اكيد عندك يعني علاقه بالكره التونسيه ومواكبها من قريب سابقا وحتى توا، شنو تنجم تقول على الكرة التونسية؟ الكرة التونسية تعيش في حالة تراجع كبير، اليوم ما عادش عندنا مواهب على مستوى عالي، ما عادش عندنا نجوم، ما عادش عندنا لاعبين أفذاذ، يعني عمر الملاعب التونسي قصير، في المقابل هناك أموال تصرف بالمليارات، هناك أجور ورواتب خيالية جدا تصرف للاعبين والمدربين، ما ربي يزيدهم، لكن قياسا بمستوى المعيشة في تونس وقياسا حتى نحكيه على بلاد من ناحية المالية ماشي مش تفلس على حد الخبراء وكذا أو تعيش في وضعية صعبة، في حين نلقاو يعني الأندية أندية كرة القدم يعني سواء الكبرى حتى يعني الصغرى، يعني شوف اليوم انتدابات يعني فلوس، اليوم نسمع مثلا جمعية مثل النادي الأولمبي البيجي اللي وقت من الأوقات كان منجم يعني من أبرز المناجم ومن أكثر الجمعيات اللي تطلع في الملاعبي في تونس، ينتدب 25 ملاعبي قبل زوز فرق، يعني زوز فرق يعني 25 ملاعبي معناتها برشا فلوس. اوكي، يا اما انت جبت الملاعبية هذم برشا فلوس او جبتهم برشا شيكات بدون رصيد. يعني يا اما خلصتهم اليوم يعني اسباس وصرفت برشا فلوس او وعدتهم باش تخلصهم وحليت روحك برشا مشاكل. واليوم قاعدين نشوفوا يعني بالمشاكل اللي قاعده صايره في لجنة النزاعات في الجامعة، وكل يوم يعني مشاكل من النوع هذا. يعني الكرة اليوم كما قلت لك في تونس تشوف ملاعب تقريبا خاوية من الجماهير، تشوف حقوق بث ضبطت أو حسمت في آخر وقت، يعني البطولة كانت مهدة قبل يومين من انطلاقها وأنها ما تبث في حتى قناة، ما تكونش منقولة تلفزيون بالضبط. اليوم تشوف روزنامة مضطربة، اليوم فما لاعب غدم فماش لاعب، تشوف مباريات فوضى كبيرة، حالة من العنف، حالة ملاعب رديئة، ومع ذلك يعني تسمع مبالغ كما قلت لك ضخمة. حكيت لي على نقل مباريات الأندية التونسية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، نقول للأسف الأندية التونسية للموسم الثاني على التوالي غير موجودة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وهو سابقة تاريخية، وللأسف الكرة التونسية مثل ما قلت لك تتراجع بشكل كبير. اليوم في آخر 10 سنوات المنتخب التونسي ما لعب حتى دور نصف نهائي في كأس أفريقيا للأمم، نخرج دائما من دور ربع نهائي ويفشل في وصول كأس العالم. بالضبط بالضبط، يعني في حين نشوفوا فرق مثل بوركينا فاسو، فرق مثل زامبيا، فرق مثل غينا الاستوائية، فرق أخرى، يعني من غير ما نحكيه على المنتخب الجزائري اللي حقق طفرة كبيرة، من غير ما نحكيه على المنتخب المصري اللي فاز بثلاثة كؤوس إفريقية متتالية، وعلى فكرة المنتخب المصري قاعد مش يرجع بقوة مع جيل جديد، جيل محمد صلاح ومحمد النني وهذا الجيل الجديد من اللاعبين الكبار في الكرة المصرية. الكرة التونسية اليوم على مستوى البطولة ما عندناش لاعبين كبار، ما عندناش أندية كبار، خاصة كما قلت لك أكبر دليل وأنه إحنا اليوم ما عادش ننافسوا على دوري أبطال أفريقيا، وعلى مستوى الملاعبين المحترفينش عندنا، يعني باستثناء أيمن عبد النور تقريبا ما عندنا اللاعب الوحيد في فالنسا، اللاعب الوحيد في فالنسيا، ومردوده يعني تقريبا ماهوش دائما مستقر، أي متذبذب، في حين نشوفوا المنتخب الجزائري يعني جنبنا نشوفه مثلا اليوم لاعبين كبار مثل رياض محرز، مثل اسلام سليماني، مثل اسلام اللي سجل البارح زوز هدف مع ليستر سيتي. بالضبط، يعني تشوف في المغرب تلقى مهدي بن عطيه، تلقى عبد العرب، ثاني في مصر كما قلت محمد صلاح، وتلقى محمد النني. فاليوم الكره التونسيه علينا بمراجعه يعني رواحنا، اشياء كثيره لازم تتراجع. نشوف انه هناك تضخم مالي كبير وهناك تراجع فني كبير كذلك في تونس، يعني ولو اني متفائل بالترشح لكاس العالم، يعني طحنا في مجموعه سهله، مجموعه في المتناول، نقول يعني ما عادش فما شيء سهل، اي سهله قياسا بامكانياتنا، بامكانياتنا يعني
معناها زاد حتى تشوف المجموعات الاخرى زاد تلقى الامور معقده برشا. اذا كان قدر الله نقول في مجموعه ضم منتخب غانا، الكاميرون، منتخب مصر، منتخب السنغال، تقريبا الامور تولي معقده برشا. حكيت انت على تضخم مالي طارق موجود توا في البطوله التونسيه، ملاعبين تقريبا بمليارات، معناها قاعدين يرجعوا لتونس. الظاهره ذي نتاع ملاعب يخرج من تونس يحترف في بطوله فرنسيه ومن بعد تقريبا في عام عامين يرجع للبطوله التونسيه، تشوفها ظاهره صحيه الملاعب هذا؟ يعني هل يستحق ربما الاحتراف نتاعو كونه رجعوا بالمليارات هذه، ولكن ربما نجم نشوف يعني حلول خير ونشوفوا ملاعبيه مخير ونكونوا ملاعبيه مخير؟ لا ما نشوفهاش ظاهره صحيه، لانه اولا هذا دليل انه الفشل التجربه الاحترافيه للاعب ذاته، يعني اللاعب يخرج جمعيه ماهيش كبيره، ونحكيوا لنا يعني ابرز الامثله تجربه بن يوسف وفرجاني في بالضبط مع ماتس، يعني ماتس نخرب الكل، يعني فريق صغير في الدوري الفرنسي وقعد يعني يذبذب بين الليك 1 والليك 2 يعني فنخرب الكل، يعني شو يعني حتى ميزانيته كفريق يعني مش حاجه كبيره. فاليوم كما قلت لك بالين نحكيوا على لاعبين من المغرب، من الجزائر، من مصر يحترفوا في اكبر الدوريات الاوروبيه ويحققوا في نجاحات كبيرة. احنا اللاعبين بتاعنا يفشلوا في انديه مثل ماتس، اوكي، ثم بعد سنه او بعد ستة اشهر يرجع لتونس ويرجع بمبلغ كبير، اوكي، وما يتمشاش حتى مع متطلبات السوق. يعني اللي خطير انه شنو يعني لما نرفع في سقف العقود او سقف الرواتب يصير الحديث عن 5 و6 و7 مليار دولار شيء عادي. مثل ما قلت لك في بلادي انا تعيش وضعيه ماليه صعبه، ما تمشيش مع امكانيه تونس وامكانيه الانديه التونسيه، وما تمشيش حتى مع الشيء اللي ممكن يجيبه اللاعب. والله مثلا لو عندك فريق يلعب على دوري ابطال افريقيا، قول انا لما نفوز بدوري ابطال افريقيا مش هاخذ 5 مليون دولار من عند الكاف وبعدين نروح لكاس العالم، ممكن ناخذ مثلهم، يعني على الاقل الرجع، يعني ممكن نرجع هذاك السعر نتاع اللاعب اللي انا جبته. لكن اليوم معنا حتى فريق ينافس على دوري ابطال افريقيا، يعني حتى نجم الساحلي يلعب لكاس الكاف، كاس الكاف بطوله خسرانه يعني ما تسوى ولا شيء، فمصاريفها اكثر من مصاريفها اكثر منها بتاع. يعني بالنهايه انت تستثمر من اجل لا شيء، يعني ما في المقابل. يعني نشوف لما نشوف كل الانديه التونسيه بدون استثناء الكبيره منها او الصغيره تنتدب في كل ميركاتو، يعني هذا يؤكد فشل سياسة التكوين القاعدي في جميع الأندية التونسية بدون استثناء. تقريبا الملاعبية كل قاعدة تدور بين الجمعيات ونفس الملاعبية. ولا لما أنت تتدب 10 و15 ملاعبي، يعني أنت ما عندكش ملاعبية من الأواسط ومن الأداني ومن الأصغر ممكن يطلعوا يلعبوا في 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 الإيكيب سينيور. يعني أنت أنا التكوين هنا زاد يفتح قوس مشكلة التكوين في الأندية التونسية. بالضبط، يعني ما أنت تكون ملاعبية في الآخر باش تطيشهم في الشارع وتجيب ملاعبية أخرين من جمعيات أخرين. تقريبا هذا جزء من مشاكل كبيره. الاولمبياد اللي فات زاد كيف عندنا مشاركه تونسيه بمختلف الاصناف نتاعها في الرياضات الجمعيه، كانت مشاركه سيئه نقول لكره اليد. كره اليد التونسيه بعد المشاركه ذي شو تنجم تقول؟ يعني هو شوف كره اليد التونسيه بعد يعني بعد المونديال نتاع قطر 2015 والخروج المخيب جدا نتيجه واداء، يعني الناس كل تفائلوا خير بعد التاهلنا. يعني احنا لعبنا كاس افريقيا للامم في مصر، نفسنا على اللقب لاخر وقت، ظلمونا الحكام الروس، يعني على الاقل اوكي. بعدين مشينا لعبنا الدوره الترشيحيه في بولونيا، في بولونيا ترشحنا، يعني هذا رجع بعض الامل للتوانسه، لكن كانت مره اخرى خروج من الدور الاول. راهو انه كره اليد التونسيه على غرار بقيه المشهد الرياضي او المشهد الكروي في تونس، يعني متاثره بالتجاذبات اللي صايره على مستوى النوادي، على مستوى الجامعه، على مستوى المدربين. يعني المدرب حفظ الزوابي ما عندوش برشا من اللي استلم دفه التسيير، ولكن راهو انه دائما كره اليد التونسيه هي الوحيده، الرياضه الوحيده الجماعيه تقريبا اللي قادره باش تشرف تونس في مستوى عالمي اكثر من غيرها. يعني انا متفائل بمستقبل كره اليد في خاصه زاد حتى في الاصناف الشابه وحاضرين معنا بكري جاو منتخب الوطني التونسي للاصاغر متوجين مؤخرا ببطوله افريقيا، تنقعد على الاقل تنتج تو كي نحكيو على منتخب اصاغر متوج ببطوله افريقيا لاول مره في تاريخ الصنف هذا والمنتخب هذا، حاجه مهمه. أكيد أكيد, اكيد اكيد اكيد، يعني دائما في تونس شوف
الميزه نتاع كره اليد التونسي وانه دائما فما تعاقب اجيال. يعني نتذكر انا مليح الجيل نتاع عفيف بالحارث وعدنان بالحارث ومحمد مادي في 95، الجيل هذا لما مشى لكاس العالم في ايسلندا عام 95، شو ما مشى الجيل هذاك جا بعده جيل صبحي سيود، جيل وليد بن عمر، من بعد جيل محمد المسعودي، من بعد مشى، من بعد جا جيل وسام حمام، وجيل نتاع كاس العالم 2005، فمن بعد جا اسامه البوغاني وجا وائل جلوز. فدائما هناك الاجيال تتعاقب، ودائما كره اليد ولاده في تونس. يعني انا شخصيا ما خافش عليها، رغم اللي تحتاج لشويه لهوه برك وتنجم تعمل برشا حاجات كبيره. معناها استثمار الموهبه التونسيه بالطريقه المناسبه. صحيح يعني كابابل باش نخلطوا معنا المرحله الاخيره اللي نعيشوه توا في كره القدم. بالضبط بالضبط، يعني على الاقل احنا خلينا نحافظوا على الاقل على المستوى هذا حتى ما نزيدوش نتراجعوا هنا اكثر. واضح. الاولمبياد ككل مشاركه تونسيه فيها 3 برونز، كيفاش تشوف المشاركه الكل؟ كان نرجعوا بالطبيعه للتقييم المشاركه. عموما نشوف تحقيق 3 ميداليات برونزيه في دوره اولمبيه واحده يعتبر نتيجه ممتازه. اوكي، تاريخيا اول مره من سنوات طويله، اذا كان مش اول مره على الاطلاق، وانه الرياضه التونسيه تحصد 3 ميداليات دفعه واحده بصرف النظر على المعدن نتاعهم. لانه احنا نحكيو على بوديوم اولمبي. نحكيو على بوديوم اولمبي، يعني 3 بوديوم اولمبيك تعتبر نتيجه ممتازه، نتيجه مشرفه للرياضه التونسيه. والمفاجاه الساره وانه البطوله هذه يعني فما 2 ميداليات اللي جاوا. يعني احنا لما كانت الامل كل معلق على حبيبه الغريبي على اسامه اللولي، وبدرجه اقل في المبارزه. انا شخصيا عزه وساره بسباس كنت ننتظر حاجه من المبارزه، عزه او ساره بسباس او ايناس بوبكري. ففي الاخر بالكل ايناس هي اللي جابت الميدالية، رغم اللي يشوف ربع نهائي في رياضه المبارزه في الاولمبياد تعتبر نتيجة ممتازة جدا. يعني لما توصل تنافس المبارزات الروس والصينيات والامريكان والايطاليات والفرنسيس، يعني شيء ممتاز جدا وشيء مشرف. يعني هذا بالنسبة لسارة وبالنسبة للعزة، ايناس نجحت كون تجيب الميدالية. قلت بعد فشل اسامة وفشل الحب الغريبي، فتقريبا نقول التوانسة بالنسبة لنا الاولمبياد وفاء. فجت مروه العامري مفاجأة سارة جدا، ثم التايكواندو محمد أسامة الوسلاتي. أسامة الوسلاتي، يعني حقيقة مفاجأة سارة جدا. كما قلت 3 ميداليات أولمبية في دورة واحدة تعتبر نتيجة مشرفة ونتيجة ممتازة تاريخيا. نشوف بقينا احنا بقينا تقريبا 38 سنة جبنا فيهم ميدالية واحدة، ميدالية برونزية واحدة. يعني من 72 حتى 2008 احنا جبنا ميداليه برونزيه واحده، هي جابها فتح المساوي في الملاكمه في دوره اتلانتا 96. لما نوصلوا نجيبوا في دوره واحده 3 ميداليات اولمبيه، 3 ميداليات برونزيه، شيء حاجه خارقه العاده، حاجه خارقه العاده. نبنيوا عليها، نبنيوا عليها. المهم ان شاء الله ناكدوا في بكين ونشوف. وهذا الرياضه الاولمبيه، يعني الميداليه الاولمبيه ما تجيش نتيجه الصدفه. انا شخصيا نعرف مروه العامري، تبعت رياضه المصارعه النسائيه من 2008 تقريبا، وإيناس بوبكري كذلك نعرفها من وقت اللي كانت في صنف الصغريات 2006. فالناس هذوما خدموا 10 و8 سنين باش نجموا يعملوا ميداليه اولمبيه. ان شاء الله في طوكيو تكون نتائج احسن. وكيت حاجه مش سهله ميداليه اولمبيه باش نوضحوا، تضم تقريبا الابطال نتاع ابطال العالم، يعني حاجه تقريبا باهيه ونخم ونبني. ولو حتى كان معنا محرز بوسيان في تدخل بعد المشاركه التونسيه، قال فم رضا على المشاركه على اعتبار كان عندنا 8 من مجموعه تقريبا الرياضيين الكل مشاو عاقدين فيهم الامال باش يجيبوا ميداليه، جاو 3. لكن احكي على المشكل المادي، زاد فما مشاكل نتاع فلوس. قال اعتمادات اللي المرصود للرياضيين نتاعنا ما تظهيش تقريبا اعتمادات نتاع رياضه واحده، ربما في 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 مستوى عالمي اخر وفي دوله اخرى. هذا صحيح، لكن شوف لما تلقى انت ابطال مثلا من دول مثل فيتنام، لما تلقى ابطال من دول مثل سريلانكا، لما تلقى ابطال مثلا من دول مثل كازاخستان، يعني شوف مش الابطال الاولمبيين كلهم ينحدروا من دول غنيه او دول ترصد في اعتمادات كبيره. يعني دول ابطال من دول مثل منغوليا، أبطال من دول مثل غواتيمالا، مثل كولومبيا، يعني الدول هذه ماهيش أغنى منا ماديا، يعني من كوبا، ف جامايكا. جامايكا. يعني جامايكا. بولت هنا نحكي. بالضبط، يعني ما صحيح وأنه الميدالية الأولمبية لازمها برشا فلوس،
لكن هذا لازم برشا خدمه لازم تحضيرات تقريبا نتاع اكثر من عام حتى نتاع فتره نتاع 8 سنين تحضيرا للاولمبياد. الكلمه ليك